السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رضا من قناة سن الأسطور. النهاردة رجعت لكم فيديو جديد من حلقة الجديد. الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة هيكون يعني مثلا عن 10 شخصيات حقيقية، لو يعني لو جت لو حق لو إذا صارت في الحياة الواقعية. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو اشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس، وصل الفيديو ده لايكات كتير. طبعا الفيديو ده مأخوذ من قناة شاهد عالمك، يعني مش سرقة فيديو، لا الفيديو مأخوذ من قناة اسمها شاهد عالمك. بس لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. السلام عليكم متابعي قناة شاهد عالمك. تخيل معي لو كنت تشبه الشيخ طوم أو جدنا العجوز أزرق الوجه السيد سنفور. سيعتقد البعض أنك فقط خرجت من شاشة التلفاز، لكن في الحقيقة هناك أشخاص يشبهون شخصيات كرتونية وستتعرفون عليهم في هذا الفيديو. شبيه آكل السبانخ، هذه الشخصية التي تشبه الفول السوداني لها توأم حقيقي في أرض الواقع. إنه فرانك روكي روشي زمانه. كان رغم صغر جسمه يتمتع بقوة خارقة رغم استعماله لهذه المخدرات الملعونة. شبيه الغول صاحب الأذن الفطرية، هذه الشخصية قد يعتقد البعض أنها لا تشبه أي شخص، لكن في الحقيقة هي شخصية مستوحاة من المصارع الفرنسي موريس تيليد الذي أصيب بمرض تضخم الأطراف وعرف باسم الملاك الفرنسي، حيث حصل على لقب الوزن الثقيل لمرتين في المصارعة الأمريكية ببوسطن. فكيف لا يحصل على اللقب وجمجمته مكتوب عليها كل نفس ذائقة الموت؟ شبيه بابا سنفور، أعلم أنكم مصدومون كثيراً وتتساءلون الآن عن لون بشرة هذا الشخص. إنها بنفسجية مثل بابا سنفور، وهذا ليس طبيعي لأن الرجل تناول عقاراً يتضمن الفضة صنعه بنفسه. كان يناديه الأطفال. الراجل لونه عامل إزاي؟ غريبة جداً بصراحة. يعني أنا بحسب يعني شخصيات عادية مفبركة، ناس نحتينها رسمينها، لكن طلعت أشخاص حقيقية في الواقع أرض الواقع. عادي، أنا مستغربة أوي. قلب بابا سنفور، فيا لحظهم السعيد. أنا في طفولتي كان بحي نشر شبيل فقط، وكنت دائما خاف أن يضعني في الكيس ويخطفني. شبيه طرزان، إنه لاعب كرة القدم الذي يلعب مع باريس سان جيرمان. شبيه طرزان، هنشوف، احنا لسه ما شفناش، عادي يعني. جيرمان، فقط هناك فرق بسيط، هو أن طرزان لا يرتدي ملابسه. ادعو له بالهداية، فإنه لا يستحي أبدا. شبيه كيلوا، لقد وجدت لكم شبيه كيلوا بعد بحث طويل، لكن هناك شيء مريب. هل تعلمون أن صاحب الشعر الرمادي تقريبا دول كوريين، مش عارف، بس أنا بتلخبط ما بين معظم الناس، يعني مثلا بتلخبط ما بين الصينيين والكوريين، مش كتير قوي يعني، مثلا اليابان، مش عارفة بقى، بس ده تقريبا والله. شو شهر عامل ازاي؟ عادي نكمل. دي فتاة لقد خدعتني، ماذا عنكم؟ شبيه الأخطبوط اللعين. استنى يا جماعة كده، يعني هو دي بنت؟ هناك شيء مريب. هل تعلمون أن صاحب الشعر الرمادي فتاة؟ لقد خدعتني، ماذا عنكم؟ شبيه الأخطبوط اللعين. اعتقد شبيه الأخطبوط اللعين، شوفوا شكله عامل ازاي يا جماعة. أنا مستعرف ولد ولا بنت، ده يعني مش باين عليه راجل ولا باين عليه مرة. ده حاطط مكياج أولا وشكله راجل، بس نكمل. بس قلت أنني لن أجد شبيها لهذا السمين، لكنني وجدته، فإنه يرى من أبعد المسافات. لقد وجدته في شارع به مخنثين والعياذ بالله، فلهذا سحقه بجدة بدون رحمة، فكل هذا لكي يترجل قليلا. أشباه العشيقين من مسلسل المحقق كونان. هل تتذكرون ذلك الشخص الذي قلت لكم في فيديو سابق أنه إذا حلقنا رأسه سنجده مثلث الشكل؟
أخبرتموني في التعليقات أنه امرأة وليس برجل، لذا وجدت ابنة آدم التي تشبهها في الحقيقة، بالإضافة إلى حبيبها السوشي. أنا أكثر أنمي بحبه اسمه إيه؟ هناك بعض الأشخاص سيعتقدون أنني حاقد عليها، لكن إن بعض الظن إثم. شبيه الحاج العجوز في مسلسل دراغون بول، رغم كبر سنه يتمتع بعضلات مفتولة على عكس الشباب اليوم. مع الرجل ده صراحة سنه كبير جدا، شوفوا ده أنا أصلا أبيض وعضلاته كبيرة جدا. يكمل. لديهم عضلات مثل شفيق حبار، كأنهم يتعاطون للحشيش. شبيه اليتيم الذي لا يضحك، هناك تطابق كبير بين هؤلاء، كأنهم جاءوا من دار الأيتام. شبيه أول فتاة أحببتها في حياتي. هل سمعتم من قبل عن شخص أحب فتاة كرتونية؟ لقد فعلتها، تحتاج فقط أن ترتدي الحجاب. أدعو لها بالهداية كما دعوتم مع الشيخ طوم. أخبرونا في التعليقات عن بيحب فتامل الكرتون. اقسم بالله الشخص الأكثر قرابة للكرتون بين هؤلاء. ولا تنسوا الضغط على زر لايك للاستمرار في نشر المزيد من هذه النوعية من الفيديوهات. دمتم في رعاية الله.